أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم همزة وصلة، والذي نتواصل فيه معكم حول أهم الملفات والقضايا. نأخذ منكم الآراء ونطرحها على المتخصصين والخبراء للخروج برؤية واحدة ومشتركة وربما أيضا مختلفة. في هذه الحلقة سوف نناقش سويا كيف يمكن الاستفادة من مهرجان القاهرة السينمائية في دورته 37 في التأكيد على وجود رسالة طمأنة ورسالة للعالم بأن مصر آمنة ومستقرة، وأن ما حدث في مصر من تحطم للطائرة الروسية وهذا الهجوم غير المبرر حقيقة من جانب الكثير من الدول الغربية ليس يمكن أن يحدث في دول مختلفة من العالم. ليكون التساؤل في هذه الحلقة هو: هل يسهم إقامة مهرجان القاهرة السينمائية في توجيه رسالة لطمأنة العالم؟ إذن نتصل اتصالاتكم وننتظر اتصالاتكم ومشاركتكم معنا حول هذا الموضوع على أرقامنا ألا وهي 25743366. أيضا ننتظر مشاركتكم واتصالاتكم على مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي همزة وصل إي جي. إذن كيف يمكن الاستفادة من مهرجان القاهرة السينمائية الدولية في التأكيد على طمأنة أو رسالة طمأنة للعالم بأن مصر آمنة ومستقرة؟ هذا ما سنناقشه سويا في هذه الحلقة، لكن بعد هذا التقرير. مهمة مزدوجة، سعى مهرجان القاهرة السينمائية الدولي في دورته 37 إلى تحقيقها هذا العام، فإلى جانب رسالته الفنية المتمثلة في حضور فعالياته نجوم سينما ومسرح كبار والإعلان عن تكريم ممثلين مصريين وأجانب، أصبح مهرجان القاهرة هذا العام وسيلة لاستخدام القوى الناعمة في الترويج للسياحة في مصر. المهرجان جاء هذا العام بعد أيام من حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء، مما دفع القائمين على المهرجان في استغلاله كفرصة لإرسال رسالة للعالم من خلال المشاركين من دول مختلفة، مفادها أن مصر آمنة ومستقرة وفي طريقها لاستعادة دورها الريادي. هيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة استغلت مشاركة الفنانة العالمية الإيطالية كلوديا كاردينالي في مهرجان القاهرة السينمائي، وقامت بتكريمها عند سفح الأهرامات، وذلك بهدف بعث رسالة طمأنة للعالم بأمان المقاصد السياحية والترويج للمنتج السياحي المصري وتعظيم الاستفادة من تلك الأحداث في تحسين الصورة الذهنية للمعالم السياحية في مصر. من جهة أخرى، أكد وزير السياحة هشام زعزوع أن الفترة الحالية تتطلب تعظيم دور العلاقات العامة واستخدام أفكار خارج الصندوق، مضيفا أن هناك أجندة فنية ورياضية يتم تعظيم الاستفادة منها في الترويج للسياحة. كما أكد وزير السياحة أن خطط التحرك الحالية التي تنتهجها الوزارة وهيئة تنشيط السياحة تتضمن العمل على كافة المحاور لمواجهة الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن خطط العمل تستهدف تنشيط السياحة الداخلية والوافدة. قبل أن نتواصل مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة، دعونا نذهب إلى مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي مع الزميلة ياسمين القفص للتعرف على بعض الآراء التي وردتنا على موقعنا همزة وصل إي جي. تفضل ياسمين. مساء الخير محمد، ومساء الخير على كل متابعي ومشاهدي برنامج همزة وصل. هكون معاكم ياسمين القفاص من غرفة المتابعة الإلكترونية، هقرا معاكم أهم ما جه من تعليقات عن موضوع حلقة النهاردة، وهو عن مهرجان القاهرة السينمائي وإزاي ممكن يبقى ليه دور كبير جدا في إرسال رسالة طمأنينة للعالم إن مصر بلد الأمن والأمان. تعالوا نقرا مع بعض أول تعليق من حامد الطواب. حامد بيقول: ممكن عرض أفلام تسجيلية تبين إنجازات الشعب المصري مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغلال المهرجان في عرض أفلام عن حفر قناة السويس الجديدة ومشروع شرق بورسعيد والمدن الجديدة والطرق والتي يتم إنشائها ومحطات الكهرباء الجديدة ومشروع الضبعة. كل هذه المشروعات الهامة التي تمثل مستقبل مصر يجب أن تعرض على الحاضرين للمهرجان وعلى جميع الشاشات التلفزيون المصرية أيضا العالمية، ليعرف العالم أجمع أن مصر مع قائدها السيسي يسيرون نحو الاتجاه الصحيح لإقامة دولة متقدمة.
بشكرك جدا يا حامد. وهو برضو ليه رأي آخر أنه بيقول بالدعاية اللازمة في كل القنوات الفضائية أولا، وممكن عرض بعض أفلام المهرجان خلال عروض الصوت والضوء بالأهرامات وأيضا بشرم الشيخ، وجعل هذا المهرجان حدث عالمي. فمثلا ممكن عمل أغنية عن المهرجان وتميمة خاصة به وتذاع على كل القنوات، وإدخال فرق الفنون الشعبية ورقص الخيول، وتوزيع كتيبات تعريف بالحضارة المصرية توزع مجانا على ضيوف المهرجان. أفكار طبعا كلها حلوة جدا يا حامد، بشكرك على هذا التعليق. أحمد أبو العلا بيقول إقامة مهرجان القاهرة السينمائي والذي يجمع كثير من بقاع العالم خير دليل على أن مصر أرض الأمن والأمان، وستبقى دائما أرض الكنانة والحضارة، وكذلك إقامة المهرجانات تساهم في الرواج الفعال للسياحة المصرية. الإرهاب في هذه الأوقات الراهنة يسود العالم وليس في مصر فقط، ونحن نتحدى الأزمات ولا يؤثر التطرف في وطننا العظيم. بشكرك شكر خاص جدا يا أحمد، وبرجع تاني لمحمد شعبان لنستكمل حلقة اليوم، وأكيد هجي لكم بتعليقات تانية ولكن استنوني. تفضل يا محمد. شكرا لك ياسمين وكل من شارك معنا في هذه الاتصالات، وبالطبع ننتظر المزيد والمزيد من تعليقاتكم على موقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي. على حال نذهب إلى ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة. ينضم إلي الدكتور أحمد مجاهد أستاذ النقد بجامعة عين شمس، والأستاذ أحمد سعد النقد الفني بالأهرام العربي. أبدأ مع الدكتور أحمد مجاهد أستاذ النقد بجامعة عين شمس. يعني دكتور أحمد، يعني من وجهة نظرك كيف يمكن توظيف واستغلال مهرجان القاهرة السينمائي في إرسال رسالة طمأنة وللعالم بأن مصر آمنة المستقرة، خاصة بعد ما شهدناه من أحداث أخيرة وهجوم غير مبرر فيه من جانب بعض الدول الأوروبية؟ أنا بس عايز أقول لحضرتك أن الإرهاب ليس متعلقا بمصر بس، زي ما هو واضح أن الإرهاب ظاهرة عالمية، فإحنا مش عايزين لنهول ولا نهون من الموضوع. طبعا مهرجان القاهرة السينمائي حدث ثقافي وفني مهم جدا، بس ما تزعلش مني لما اقول ان احنا ما بنسوقوش صح. يعني انت لما تفتح التلفزيونات المصريه كلها ولما تفتح القنوات الراديو حتى مش مع وما تمشي في الشوارع، مش معروف ان في مهرجان سينما في مصر بالحجم ده وبالعمر ده وبالافلام اللي مش اللي اول مره بتعرض اللي جايه تخش المسابقه. فعشان كده ده المفروض يبقى موجود على الاجنده الدوليه بتاعت السياحه، مفروض يبقى زي ما سمعت عندكم يبقى ليه تميمة، مفروض دي تبقى محطوطة في القنوات، مفروض يبقى فيه يفط في الشوارع. يعني مش عارف أقول كلمة ما تزعلش مني، هو مجهود ضخم جدا بس حاسس إن هو سري أو إن هو للنخبة فقط. المسؤولية على تقع على من يا دكتور يا أحمد؟ يعني من المسؤول عن هذا الأمر؟ هقول لحضرتك حاجة، إحنا بنتكلمش في مسؤولية، إحنا بنتكلم في إن إحنا عايزين الأفضل، إحنا ما بنغلطش بعض. علينا يا سيدي، عليا أنا وأنت، إن أنا ما كتبتش وإن أنت ما عملتش حلقة قبل دي، يعني قصدي إحنا مش عايزين نتهم حد، بس إحنا عايزين نسوقه صح. يعني انت واخد بال حضرتك، دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان صناعه السينما في مصر كانت الصناعه اللي بتدخل دخل مصر، كانت تاني صناعه بتدخل دخل مصر بعد القطر، واحنا كنا بننتج عدد افلام يعني مهول. فيجب يعني احنا لما نعمل مهرجان لصناعه يجب ان احنا نقف على رجلينا فيها، او تحديدا نرجع لمستوانا او لما يقرب من مستوانا قبل كده. ولذلك انا شايف ان لابد من دعم الانتاج السينمائي المتميز. انا عارف ان في دعم، بس لابد من مزيد من الدعم للمشروعات والسيناريوهات الافلام المتميزه من وزاره الثقافه، حتى ننتج سينما مش تبقى نعرضها عندنا بس، لا نعرضها في المهرجانات العالميه ايضا. يعني هي الفكرة أيضا يعني دكتور أحمد، يعني فكرة الترويج ليس داخل مصر فقط ولكن خارج مصر أيضا، هل ترى أن هذا المهرجان أيضا أخذ حقه في الدعاية له في الخارج أيضا واستجذاب كثير من النجوم العالميين إلى هذا المهرجان؟ أنا بقول لحضرتك الدعاية فيها تقصير، بس ربما 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 تكون، خلينا برضو يعني ما نظلمش الناس، ربما تكون الظروف اللي بيمر بها العالم كله وليس مصر فقط، واخد بال حضرتك مصر وفرنسا ولبنان ودول اخرى كثيره، يعني هي التي يعني ايه ساعدت على تقليل هذه الدعايه. بس معلش صدقني يعني الحزن شيء والهجمات الارهابيه شيء، الهجمات الارهابيه تريد ان تعطل الحياه وتريد ان تقضي على الفن نمره واحد وعلى الثقافه نمره اثنين، وانا ارى ان مهاجمتها لا تكون الا بالفن والا بالثقافه. فمفروض الحقيقه يعني يبقى معمول خطط
للدعاية لمثل هذه الأحداث الفنية والثقافية الكبرى على مستوى العالم وعلى أجندة السياحة الدولية وعلى مستوى مصر كلها؟ يعني فين المصريين عندهم معلومات إيه وعلى مستوى الصحافة وعلى مستوى الإعلام وعلى مستوى كل حاجة، وتبقى الخطة دي مفيش حاجة تغيرها ومفيش حاجة تعطل. طب ابقى معي دكتور أحمد سعود، إليك مرة أخرى. أنتقل إلى الأستاذ أحمد الأهرام العربي. يعني أستاذ أحمد، يعني استمعت إلينا إلى الدكتور أحمد يقول أن هناك عدم دعاية، لكن كيف يمكن أن نتغلب على هذا الأمر ويكون هذا المهرجان أو نستفيد مما تبقى من هذا المهرجان من أجل تحقيق رسالة طبعنا وأيضا يعني تحقيق الهدف المرجو من هذا المهرجان في هذه الأحداث تحديدا؟ يعني أولا مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين وعلى دكتور أحمد الجاهد. بالنسبة لمهرجان القاهرة السينمائي في هذه الظروف، أعتقد أن إقامة دورنا حد ذاته فهو تحدي لصفة الظلام اللي مش عايزة سينما ومش عايزة فن ومش عايزة أمان حتى في مصر. هذا المهرجان يعني أعتقد أن فيه حوالي 40 دولة مشاركة في هذه الدورة 37، ل 64 دولة مشاركين بأفلام سواء جه منهم حد أو ما جاش، على الأقل يبعثوا رسالة للعالم ان احنا نقدر نحمي الوقود بتاعت المهرجان على الأرض مصر، وبنبعث رسالة سلام. اما بالنسبة للمهرجان نفسه كجزء من الدعاية، تعال نحسبها حسبة تانية. النهاردة صناعة السينما وصناعة المهرجانات عبارة عن فلوس. النهاردة لما اجي اشوف ميزانية مهرجان القاهرة السينمائي لا تتعدى من 6 الى 8 مليون جنيه، يعني في حدود المليون دولار. في الوقت اللي انا بشوف فيه مهرجان قريب شويه مني ولا يحمل الشرف دوليا، الميزانيه بتاعته 32 مليون دولار، رقم مش سهل. دي حاجه. الحاجه الثانيه كما قال الدكتور احمد مجاهد وانا بضم صوتي بصوته، ان احنا عمليه الترويج بالنسبه لنا عمليه مش عايز اقول سيئه، لكنها في هناك في يعني تقصير ما. هذا التقصير بيخلينا ان احنا لما نفكر ان احنا نروج، بنروج في الداخل، احنا بنتكلم نفسنا في سبيل ان انت لو بصيت لمهرجان كان، مدينة كان نفسها مدينة صغيرة جدا جدا وملهاش اي اهمية في الخريطة سوى على هذا المهرجان اللي اصبح هو العشر ايام او الخمستاشر يوم. الدورة بتاعت مهرجان كان هي دي اللي بتصف عليه طول السنة. ليه؟ لان هما بيروجوها صح، سواء اللي يروح على الشواطئ اللي عايز يعمل ايه. النهارده انا وزاره السياحه لما بتدخل معايا هنا في مهرجان القاهره بتعمل ايه؟ بتديني شركات طيران، ده بتديني تذاكر طيران. لا انا عايز رحلات للهرم للاقصر واسوان لغيره لغيره، والترويج عليها مش من النهارده ولا امبارح، المهرجان ما يبتدي الترويج يبتدي ليها من 6 شهور فاتوا. ان انا بقول في حدث، هذا الحدث في مشكلة، يعني تعال نحسب حسبة بسيطة جدا بالنسبة للإعلام. تمام. النهاردة أنا عندي المهرجان بيبتدي يوم 11 وبينتهي يوم 20. ولو جيت أقول وسائل الإعلام ليه مش مركزة قوي، هقول بسبب بسيط، إن اللي حط حتى الأجندة بتاعت الانتخابات دورة الجولة الثانية حطها يوم 21 و22، أصبح في الوقت الحالي كله مشغول بالانتخابات. طب فين المهرجان بقى اللي احنا الدولة بتجري وراه أو بتقف وراه؟ هنا لابد من التخطيط الأول في الداخل ثم تفكر في الخارج. تمام. ازاي اكلم الخارج باللغه بتاعت الدول؟ يعني ابقى معي استاذ احمد سعد الناقد الفني بالاهرام، وايضا الدكتور احمد مجاهد استاذ النقد بجامعه عين شمس. سنواصل الحديث، لكن دعونا نذهب الى مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي مره اخرى مع الزميله ياسمين القفاص للتعرف على بعض ردود الافعال التي وردتنا من المواطنين. تفضلي ياسمين. أشكرك مرة أخرى يا محمد، وهرجع لتعليقي بعد أحمد أبو العلاء. التعليق من محمد عبد الواحد الفقي. محمد بيقول من الممكن عن طريق الإعلام ونشر ثقافة الحضارة المصرية. أما محمد عبد المعطي الأديب فبيقول أنا أرى أن يقام هذا المهرجان في شرم الشيخ ويعرض أو يعرض المهرجان كل المعالم والمقاصد السياحية وإخراج فيلم قصير لا يتجاوز 10 دقائق، يظهر شرم بمعالمها وجمالها والخطة الأمنية في جميع أماكنها بما فيها
المطار، والصراحة عيب نكون هوليوود الشرق وتقول الفنانين والمبدعين يعملوا إيه، ربنا يرد لمصر أمنها واستقرارها. بشكرك، هي فكرة فعلا كويسة قوي، فكرة شرم الشيخ زي ما أنت بتقول إنها بتمر بأزمة جديدة دلوقتي. وبرضو السيد محمد عنده نفس الفكرة، بيقول يا سلام بقى لو اتعمل في شرم الشيخ. أبو أدهم الحفني الشرقاوي بيقول هذه المهرجانات فرصة جيدة لطمأنة دول العالم ورودها من السياح بأن مصر برغم ما يحاط بها من مؤامرات ومحاربة أهل الإرهاب إلا أنها وبفضل الله وبقائدها وجيشها وشرطتها خير أجناد الأرض، وبوقوف شعب مصر العظيم جنبا إلى جنب وبجميع طوائفها خلف قيادتها الحكيمة منقذة مصر من الوقوع والهوية التي كانت تتمناها أعداء مصر وعملائها. أشكرك شكر خاص جدا أبو أدهم الحفني. وروح مع بعض للأستاذ خضر حسيب المحامي بالنقد، وهو بيقول طبعا هذا المهرجان بيسهم كثير، بل يجب أن تكون مصر مركز للمهرجانات وللمؤتمرات والمسابقات العالمية وكذلك تصوير المسلسلات والأفلام السينمائية العالمية في مصر، وهذا أعظم دعاية أو هذه أعظم دعاية للسياحة المصرية في ياتي. وتحياتنا موصولة ليك أيضا مشاهدينا ومتابعينا. أنا بشكركم على كم هذه التعليقات، وبرضو مستنية المزيد من التعليقات، وهرجع مرة أخرى لزميلي محمد شعبان. إليك محمد. شكرا لك ياسمين ولكل ضيوفك الكرام الذين ساهموا معنا في هذه الآراء، وبالطبع ننتظر المزيد منهم خلال هذه الحلقة. يعني دعونا نعود مرة أخرى إلى ضيوفنا الكرام لنطرح عليهم المزيد من التساؤلات حول هذا الموضوع. يعني دكتور أحمد مجاهد أستاذ النقد جامعة عين شمس، يعني دكتور أحمد، يعني استمعت إلينا إلى بعض المقترحات من جانب المواطنين، لماذا لم يقام هذا المهرجان مثلا في مدينة شرم الشيخ، أو لماذا لا يتم الاستفادة من النجوم العالميين الموجودون حاليا داخل مصر والذهاب بهم في محاولة للترويج للسياحة داخل هذه المدينة؟ خليني بس بداية احيي الاستاذ احمد سعد واتفق معاه طبعا ان مجرد اقامة هذا المهرجان في هذا التوقيت الحاسم هو يعد يعني انجاز، ويعد من طرق ووسائل الفعالة جدا لمكافحة الارهاب. بالنسبة للصديق اللي كان البرنامج اللي اتكلم وقال ان احنا ممكن ننقله شرم الشيخ او ننقله الاقصر، للاسف المهرجانات الكبرى دي حد زي معرض القاهره الدولي الكتاب انت ما تقدرش تنقله اسمه معرض القاهره، وده اسمه مهرجان القاهره، زي معرض فرانكفورت اسمه معرض فرانكفورت، كذلك في السينما. ولكن نحن نستطيع ان ننقل فعاليه كبرى الى شرم الشيخ، وان ننقل فعاليه كبرى الى الاقصر، ونستطيع ان نسجل افلام تسجيليه للنجوم العالم اللي جم في رحله للاقصر وفي رحله لشرم الشيخ. احنا لازم نستغل ده والناس دي عندنا. وبعدين يعني استاذ احمد سعد قال معلومه كم واحد يعرفها، قال ان احنا عندنا 64 دوله مشاركه حتى لو ما فيش منها ناس. احنا ليه ما ننزلش بانر واحد او ننزل بوستر واحد عليه 64 علم تحت منهم 64 فيلم؟ يعني ما فيش دوله من 64 هتعمل لي دعايه، كل دوله هتقول انا مشاركه في مهرجان القاهره السينمائي. احنا ليه ما نوريش العالم كله ان احنا عندنا 64 عالم من 64 دوله مشاركين في حدث فني وثقافي كبير في مصر؟ ودي من غير ما نقول مصر امنه، ده هتبقى كده الرساله وصلت انها مصر امنه، انما احنا لازم احنا اللي نقول ده، ما حدش هيقوله. تمام، يعني ابقى معي ايضا دكتور احمد، سوف اعود اليك مره اخرى، وايضا سانتقل الى الاستاذ احمد سعد، لكن دعنا نذكر مشاهدينا الكرام بالطبع بارقامنا ايضا على الهاتف حتى يتم التواصل بيننا وبينهم مباشره. الرقم هو 2574336. نتمنى بالطبع المزيد من الاتصالات من جانب المواطنين حتى نتعرف على آرائهم وإسهاماتهم في هذا البرنامج، فنحن حلقة وصل بيننا وبينكم في النهاية. على حال أعود مرة أخرى إلى الأستاذ أحمد سعد النقد الفني بالأهرام العربي. يعني أستاذ أحمد، يعني الفن إذا يمكن استغلاله لإيصال رسالة كبيرة بالطبع والتأثير داخل المجتمعات، وكان هذا الفن المصري يقوم به في فترة من الفترات حقيقة، لكن ربما تراجع هذا الأمر في الآونة الأخيرة. كيف يمكن إحياء هذا الأمر والاهتمام بالرسالة المقدمة في الفن المصري سواء للعالم العربي سواء للعالم الخارجي؟ شوف، الفن أساسا هو يعني أقدر أقول القوة الناعمة التي تنقل للدول الأخرى الثقافات الموجودة عندنا، سواء عندنا أو عند غيرنا، ده الأهم. الموضوع اللي هو ازاي انا اتعامل مع الفن
كسفير لمصر في الخارج. لو افتكرنا فترة الستينيات كنا بنلاقي فرقة رضا، كنا بنلاقي الفنون الشعبية، في حاجات كتيرة جدا جدا، حتى السلك القومي، مش هقولك السينما بس. لكن النهاردة أنا لما بتكلم على صناعة السينما بقالها دلوقتي يعني أكثر من 120 سنة وهي في مصر في هذا الوقت، وحتى الآن أنا مش عارف أستغلها صح. إذا العيب هنا موجود هي أنا كإدارة، دي حاجة. الحاجة الثانية إزاي أنا أنقل للناس كلمة أن في سلام في مصر. تعال بقى نتكلم بصراحة، الجانب الرسمي اللي هو بداية من رئيس الدولة ونهاية بأي وزير لما بيجي يتكلم بيبقى مقيد بالقيود الدبلوماسية. على هذا الأساس أي مواطن آخر في دولة أخرى لما بيسمع رئيس دولة، أو أنا في مصر لما بسمع رئيس دولة في ألمانيا ولا في غير ولا في فرنسا، تقول فرنسا آمنة، ببقى عارف أنه مقيد بإيه؟ بقيود دبلوماسية. لكن لما بكون أنا فنان أو لعب كرة أو غيره أو أيا كان وبنقل الرسالة، والله يا جماعة أنا رحت مصر ومصر آمنة وكانت جميلة جدا، ده في حد ذاته أعتقد أنه هو ثمن كبير جدا ونجاح كبير جدا للدولة المصرية. تعال بقى نتكلم على حاجة ثانية. النهاردة أنا عندي هيئة العامة للسلام، عندي وزارة سياحة، عندي وزارة ثقافة، عندي حاجات كتير. ليه ما بنفكرش ان احنا يعني نشترك كلنا في إنجاح هذا المهرجان داخليا وخارجيا؟ هنا بقى انا بقول ان الفن خير سفير. انا لما قابلت وانا في تونس في قرطاج من حوالي سنة، لما قابلت داني جلوبر النجم العالمي داني جلوبر، بسلم عليه بقول له انا من مصر، قال لي من بلد صديقي عمر الشريف. شوف شخص واحد عمل دعاية فين في حدود. لما انت دلوقتي كل الشعب المصري يحب الارجنتين جدا ما اعرفش عنها حاجة، يحبها من مارادونا اولا ميسي ثانيا. يبقى هنا انا عندي استغلال القوة الناعمة غير موجود بالشكل الامثل في الوقت الحالي. كيف؟ يبقى احنا لازم نقعد ونفكر ونقول يا جماعة والله شركات العلاقات العامة والوزارات وغيره هتعمل خطة ازاي ترويج هذا المهرجان في الخارج ثم ترويجه في الداخل، بحيث ان انا بقول للخارج تعالى ما انت دلوقتي بتهدف، شوف فرنسا اللي فيها ارهاب اول امبارح وارهاب عامل ازاي، شوف الحضور في مهرجان كان بعد اربع شهور هيبقى ازاي. هنا الفرق الكبير اللي ما بعرفش اعمله، دي المشكله في الاداره. في نفس الوقت صناعه اي مهرجان محتاجه فلوس، مش هقدر اقول وزاره الثقافه بس اللي بتديني من 6 ل 8 مليون وبيجي لي سبونسر بحوالي 2 3 يعني كل الليله على بعضها حوالي 10 مليون جنيه، ده كلام فارغ. النهارده عشان تعمل مهرجان محترم عايز لك 20 مليون دولار. يعني اذا هي الميزانيه اذا وتغيير بعض الاستراتيجيات استاذ احمد الموجوده اذا، يعني على حال وضحت الصوره الاستاذ احمد سعد الناقد الفني بالاهرام العربي، وايضا الشكر موصول الى الدكتور احمد مجاهد استاذ النقد بجامعه عين شمس. إذن هذه الحلقة متواصلة معكم، ولا تكتمل الصورة بالطبع إلا بالنزول إلى الشارع المصري والتعرف على آراء المواطنين. كاميرا النيل تجولت بين المواطنين وأتت لنا بهذه الآراء. المهرجان يعمل تست سياحة فعلا عشان البلد، طبعا تعرفين دلوقتي السياحة، المفروض المهرجان يبقى فيه يعني نمط او حاجات زي كده بالنسبه للسياحه عشان نرجع تاني برضو الحركه تاني وتنشيط السياحه. رساله سلام، طبعا احنا كلنا لازم نقف جنب شرم الشيخ، ومدينه شرم الشيخ دوله مدينه سياحيه كبيره واحنا بندعمها يعني بقلبنا والله. بيوصل رساله طبعا للسياحه تيجي مصر امنه، فيها ناس حلوه وناس طيبين بيدعوا لها، مصر كويسه مش هيجرى حاجه ان شاء الله، مصر بخير، تحيا مصر. دور كبير جدا لان المهرجان بيضم مجموعه كبيره من دول العالم، بيساعد على زياده النشاط السياحي في جمهوريه مصر العربيه، وبيساعد على تعرف الاخرين على الشعب المصري، بيخش عندنا بيزور بيروحوا مزارات للاثار، بيشوفوا الجو الجميل اللي عندنا دوت اللي مش موجود في اي دوله من دول العالم. مهرجان القاهرة السينمائية الدولي له دور كبير في نشر السياحة طبعا والدعاية لمصر بما يحتويه
من نجوم عالميين جم مصر شاركوا في المهرجان وافلام وقائمين على صناعه السينما. وبعدين الناس دي احسن ناس ممكن تروج للسياحه. المهرجان ودوره طبعا انت تعلم ان كل الممثلين النهارده لهم دور عظيم في توصيل هذه الرساله للعالم كله، ونتمنى منهم برضو يكونوا هم الاوائل اللي يتوجهوا الى شرم الشيخ والى الاماكن السياحيه جميعا في مصر ليثبتوا للعالم جميعا ان الاماكن امنه وان مصر امنه وتظل امنه ان شاء الله. المهرجان الدولي اي حاجه صوره حضاريه تثبت للعالم ان احنا ناس كويسين وبنحب السلام وبنحب الضيف. احنا شعب مضياف، الشعب المصري مضياف وبيحب الضيف وبيكرم الضيف. كانت هذه بعض الآراء في الشارع المصري حول رأي المواطنين في كيف يمكن الاستفادة من هذا المهرجان في إرسال رسالة طمأنة للعالم. دعونا يعني نذكر بداية قبل أن نذهب إلى مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي بأرقام الهاتف لهذا البرنامج، ونتمنى التواصل أيضا معكم. هذه الأرقام هي 2574-3366. ننتظر إذن اتصالاتكم ومشاركتكم معنا على هذه الأرقام، ونذهب إلى مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي لنتعرف على المزيد من آرائكم على مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي مع الزميلة ياسمين القفاص. تفضل ياسمين. شكرك يا محمد، ومرة أخرى برحب بكل متابعي ومشاهدي البرنامج، وبشكركم على كم هذه الأفكار اللي فعلا تحترم ولو تم تطبيقها أكيد هتفرق كتير. نقرأ مع بعض تعليق من إيهاب شوقي. إيهاب بيقول: نطلب من الضيوف إلقاء كلمة قصيرة لمواساة شعوب العالم وأسر ضحايا الإرهاب وكيفية مشاركتهم من خلال الفن، مع تخصيص وقت للفقرة وتحضير مترجمين للأجانب. أما علي دوشة فبيقول: من وجهة نظري إذا كان الفن نافذ على العالم فلن يطمئن إلا الفنانون. الفن الحقيقي الذي يعالج الأزمات ويبدع في الحلول، ونحن للأسف نفتقر لهذا. ولطمأنة العالم لابد من قناة إخبارية عالمية منتشرة منافسة لوكالات الأنباء العالمية. دكتور طارق برغوث بيقول: يتم استثمار هذا الحدث بتسويق نجاحه، وكيف تم تأمينه بشكل الكافي لطمأنة السياح لوجود أمان كامل في مصر. كما أن تنظيم المهرجان بشكل منظم وخالي من الأخطاء البشرية يعطي انطباع بإحكام سلطة الدولة ومؤسستها وجدية العمل. سيد محمد بيقول: هيكون أكبر رسالة للعالم. أما أبو يوسف حنيش فرأيه أن نعم بيساهم في ترويج وتحسين السياحة من خلال عرض المعالم السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة والأماكن السياحية الأخرى. وتحياتي لبرنامج همزة وصل وتحيا مصر. تحياتنا موصولة ليك أيضا يا أبو يوسف. مشاهدينا، أنا بشكركم طبعا على كل هذه التعليقات، وبحب أفكركم أن كل هذه التعليقات بيسمعها برضو ضيوفنا وبيردوا عليها وعلى كيفية تطبيقها. بشكركم على هذه التعليقات، وبرجع مرة أخرى لزميلي محمد شعبان. إليك يا محمد. شكرا لك ياسمين ولكل من ساهم وشارك معنا في هذه مرة أخرى. إلى ضيوفنا الكرام وأراء بعض المتخصصين أيضا في هذا المجال، ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور أحمد عاطف المخرج السينمائي والأستاذ طارق البرديسي خبير علاقات دولية. أبدأ مع الدكتور أحمد عاطف المخرج السينمائي. يعني دكتور أحمد، يعني أنت تعلم أن السينما ربما لها تأثير على الوجدان، وبالتالي كيف يمكن الاستفادة من هذا الأمر في الترويج لمصر سواء داخل مصر أو في الوطن العربي سواء أيضا في الخارج، خاصة أن هناك الكثير من الشكاوى بعدم وجود صورة حقيقية عن مصر في الخارج؟ والله أنا بعتقد أن إقامة مهرجان القاهرة السينمائي في مثل هذا التوقيت هو يعني إنجاز جميل وجيد جدا للدولة المصرية. وأعتقد أنه مؤسسات الدولة الكبيرة بما فيها وزارة الثقافة ووزارتي الشباب والسياحة يعني لم يألوا جهدا في أن هم يدعموا المهرجان بما طلب منهم أو بما يستطيعوا. بس أعتقد أنه في مشاكل كتيرة تحول بين أن المهرجان يتحول فعلا لمنصة ترويج ثقافي أو سياحي ما نتمناه لمصر. وللأسف يعني الأسباب هي مشاكل تنظيمية بالأساس. يعني النهاردة لما نلاقي إدارة المهرجان بتعلن طول الوقت عن ضيوف اعتذر
اعتذر والضيوف دول ما اعتذروش بسبب اي ظرف امني او غيره، انما بسبب ضعف في التواصل او عدم التاكد من وصولهم او امور لوجستيه. احنا بنفقد على نفسنا فرصه ان احنا ندعو الافلام الصح ونعزم الناس اللي تيجي. يعني انا مش معقول كاداره مهرجان ابقى مش متاكد انه السينما اليابانيه هتكون ضيف شرف واعلن عن كده، او بيل اوجست رئيس لجنه التحكيم، او انه في 16 فيلم في المسابقه فيعلن مدير المهرجان ان اللي هيجي منهم 4 أو 5 ضيوف كل فيلم، يعني ضيف عن كل فيلم. فيبقى انا عندي كاداره مهرجان مشكله في الاختيار، غير انه يعني فعلا الجمهور هو احسن معلق مننا كلنا كمتخصصين، لان اقتراحاتهم عظيمة جدا. وهي انه فعلا اما بيبقى فيه مشاكل في التنظيم ده بيدي انطباع سيء عننا كبلد وكمؤسسات بلد. دي حاجة. الحاجة التانية انه المفترض تعظيم تواجد الاعلام الاجنبي في المهرجان. المفروض انه افتتاح المهرجان وحفله زي حفل تكريم عمر الشريف نشوفها على قنوات بي بي سي العربي وسكاي نيوز عربيه وروسيا توداي العربي وفرنسا 24 وغيرها. يعني ما بنطلبش انها تبقى موجوده في التلفزيون المحلي الفرنسي او الالماني او في القنوات الكبرى زي سي ان ان، وان كنا نستطيع ان نفعل ذلك اذا اجتهدنا. لكن على اقل تقدير تلك القنوات اغلبها ليها مكاتب في مصر، فازاي ما نحسش مديرينها وادارتها ان بقى في تغطيه ليها وضع خاص؟ احنا بنخاطب نفسينا. هتلاقي القنوات المحليه وتحديدا قطاع النيل بيقوم بدور كبير جدا، سواء يعني نايل سينما او التلفزيون او قطاع التلفزيون. ايضا في احدى القنوات الخاصه المصريه يعني بتحاول انها تبذل جهد، بس برضو كل ده في اطار مخاطبه انفسنا من مصريين لمصريين ويمكن كعرب. طب تمام، يعني ابقى معي الدكتور احمد سعود اليك مره اخرى في هذه النقطه. ايضا انتقل الى الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدوليه. يعني دكتور طارق، يعني الدكتور احمد يتحدث عن بعض القصور ايضا في جانب التنظيم وعدم الاستفاده في فكره الترويج سواء في وسائل الاعلام الاجنبيه والعربيه ايضا المختلفه. يعني كيف يمكن القضاء على هذه السلبيات والانطلاق الى مرحله اوسع والترويج لشكل افضل في الفتره القليله المتبقيه لهذا المهرجان؟ لا شك ان هذا الحدث الكبير بيعتبر يعني رساله طمانه للعالم. اتصور انه في كل عام بيبقى فيه اوجه يعني القصور والسلبيات، واحنا علينا ان احنا نتفادى هذه القصور والسلبيات خاصه في ظل يعني هذا الظرف التاريخي المهم. ويعني طالما احنا بنتكلم عن العلاقات الدوليه بنؤكد انه يعني هذا الحدث طبعا بيؤكد للعالم كله انه يعني مصر ماضيه قدما في طريقها، طريق الاستقرار والبناء، وأن مصر مهتمة بالشأن الداخلي وفي القلب منه يعني الهوية الثقافية كما تفضل الضيوف ومفردات أسلحتها وقواتها الناعمة، وأن مصر يعني تنفتح على الخارج وتبني وتؤمن الداخل في نفس الوقت. أيضا مصر يعني لا تتوسع في دائرة العلاقات الخارجية على حساب الداخل، لأنه رغم كل يعني القصور والسلبيات وكما تحدث الضيوف السابقون عن يعني هذا القصور وعن الدعم المالي والدعم اللوجستي المتواضع، ففيما يتعلق بقى بالسياسة الدولية والداخلية أي دولة يعني في العالم يعني الأمن القومي لها له بعدان، بعد داخلي وبعد خارجي. هذا المهرجان لا ينفصل يعني عن التأكيد على البعد يعني الأمن القومي الداخلي قبل الخارجي وعن جهود ومساعي الدولة لحل أزمة السياح. أيضا فيما يتعلق يعني بالجانب السياسي والعلاقات الدولية، هذا الحدث التاريخي المهم يعني هذا المهرجان يعني فرصة كبيرة للدولة المصرية للتأكيد على أنها يعني لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين ما يجب تأمينه، وأيضا حرصها الكبير والشديد على سلامة البلاد والعباد والضيوف، الضيوف من الجميع. أيضا رسائل الثقة للعالم كله أن مصر آمنة وثابتة أمام أي تحد. يعني إذن هي رسائل متعددة يحملها هذا المهرجان الأستاذ طارق البرديسي. يعني اسمح لي أن تبقى معي، وأيضا الدكتور أحمد عاطف المخرج السينمائي اسمح لي أن تبقى معي أيضا ونستمع سويا بالطبع إلى ضيوفنا الكرام الذين تواصلوا معنا على مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي. لكن دعونا نذهب أيضا ونذكر بأرقام الهاتف لهذا البرنامج، وهو
2574-3366. هذا هو رقم البرنامج الذي نتمنى أن تتواصلوا معنا ونستمع إلى آرائكم على هذه الأرقام. ونذهب إلى مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي مع الزميلة ياسمين القفاصة. ماذا لديك حتى الآن ياسمين؟ تفضل. أشكرك مرة أخرى محمد. وأنا عايزة أقول أن التعليقات اللي جات لي فيها أفكار فعلا كثيرة جدا، ولسه الناس عندها أفكار كثيرة عن مهرجان القاهرة السينمائي اللي شايفين أن هو ليه دور كبير جدا في إرسال رسالة طمأنينة للعالم. التعليق اللي بعد كده من محامية مشاغبة. محامية بتقول: السلام عليكم، في تقديم كل ما يفيد من إنجازات مصر والجيش والشرطة ولكي يبث الطمأنينة في قلوب العالم في مصر، وإن مصر هي بلد الأمن والأمان، وبث أفلام وثائقية فيه التاريخ المصري كل وجميع ما يشمل رفع اسم مصر وبث الطمأنينة في قلوب العالم، ودعوة لشعوب العالم لحضور مهرجانات واحتفالات في المناطق السياحية في مصر، وتحياتي إلى أسرة البرنامج المحترمين. تحياتنا موصولة ليكي أيضا. أما عبد الراضي حجازي فبيقول: مهرجان القاهرة السينمائي يرسل رسائل طمأنينة كونه أدى دورا هاما في المجتمع بصورة الأفلام والمسلسلات العربية والإسلامية في حب الوطن، أن هذا المهرجان السينمائي في عام 2015 أعطى أقوى رسالة للحرية والثقافة العامة في المجتمع العربي والشرق الأوسط، وكم من المسلسلات التي تعالج الإرهاب والإدمان والبلطجة وكيفية نهايتها رسالة في النهاية وليس في البداية. نروح مع بعض لمحمد الضوي. محمد بيقول: أسهم هذا المهرجان في إقامة أو إرسال رسائل طمأنينة للعالم، نرسل رسالة السلام والتعزية في كل ضحايا الحروب والإرهاب والثورات، نرسل رسالة فن الأخلاق الحميدة والإبداع واحترام وأداب ونشر الإنسانية والعفة والحياة. بشكرك جدا يا محمد، ولكن تعليقك محتاج حلقة كاملة، يريد بعد كده لو ترسل التعليق بشكل أوعدك. ودي كان هذه التعليقات اللي وردتنا على مواقع أو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبرجع مرة أخرى لزميلي محمد شعبان. إليك محمد. شكرا لك ياسمين، وكذلك شكر موصول لضيوفك الكرام الذين شاركوا معنا في هذه الآراء. ونعود مرة أخرى إلى ضيوفنا الكرام أيضا في هذه الحلقة: الدكتور أحمد عاطف المخرج السينمائي، والأستاذ طارق البرديسي خبير علاقات دولية. أبدأ مع الدكتور أحمد عاطف. يعني دكتور أحمد، لو تحدثنا أو تحدثنا سابقا عن الناحية التنظيمية، لكن لو تحدثنا من ناحية المضمون، يعني كيف يمكن أيضا الاستفادة من هذا المهرجان من خلال أفلام تسجيلية وغيره من الأعمال الفنية للترويج أيضا للسياحة المصرية والتأكيد على أمان واستقرار الأوضاع داخل مصر؟ بص حضرتك، انا طبعا مش عايز ابدو وكأن كل الملاحظات يعني ذات طابع انتقادي، لكن يعني لابد احنا بنتكلم في قناة بلدنا وتلفزيون بلدنا، ولابد ان نكون يعني في منتهى الصراحة. يعني نشر مقالة لناقد معروف الاستاذ أسامة عبد الفتاح في جريدة القاهرة اللي بتصدرها وزارة الثقافة، بيعيب على افلام المسابقة عدم وجود تنوع جغرافي او تقديم مختلف الدول المهتمة بالسينما، وانه في غلبة للافلام الاوروبية وتحديدا الفرنسية، يمكن نتيجة تأثر وجود رئيسة المهرجان وانها عاشت لسنوات طويلة تفوق 20 سنة بفرنسا. طبعا لما بنتكلم على مسابقة المهرجان ويغيب فيها سينمات مهمة زي امريكا وزي الصين وزي افريقيا كلها وزي قارة امريكا الجنوبية كلها وزي اليابان، ده بيؤثر بالضرورة على علاقتنا بهذه الدول، حتى لو بعض هذه الدول لها أفلام في الأقسام الأخرى، لكن احنا نعرف انه مسابقة المهرجان لها تأثير مهم. دي حاجة. الحاجة الثانية انه لابد انه اي مهرجان سينما ايضا هو يساهم في تنشيط صناعة يعني هو هدفه الاساسي كما تعلمنا ورأينا خلال اكثر من ربع قرن من عملنا في هذه المهنة، انه هو هدفه انه يروج لصناعة السينما المحلية، فكان لازم تعمل بانوراما الافلام المصرية. انت بتروح مهرجانات كتيرة جدا وهي دولية وبتلاقيها مثلا مهرجان سالونيكي في اليونان، وايضا لما بتروح حتى مهرجان كان وبيهتم بعرض اكبر عدد من الأفلام الفرنسية، كنت تقدر تعملها بره المسابقة لتقدم السينما بتاعتك للعالم، وأيضا لتطور السينما المحلية
في اكتر من مبادره في المهرجان، بس ما هياش في رايي المبادرات الصحيحه. يعني انت مثلا بتعمل ورشه عمل او دروس للمبتدئين في عالم السينما، هذه ليست وظيفه مهرجان القاهره السينمائي ان هو يعمل زي ما بيحصل في كل الدول درس السينما، بيقدمه سينمائي كبير، والسينمائي ده بيكون من العالمي، وممكن من مصر عندنا الاستاذ داوود عبد السيد او الاستاذ محمد خان، وبيكون عاده بينقل خبرته للناس المتطوره المتقدمه في المهنه. لكن الدروس المبدئيه دي ليست هي منوط بها مهرجان القاهره السينمائي. بمعنى ملخصا انه الدوله مهتمه بتحاول تدي الميزانيه اللي تقدر عليها في ظل ظروف البلد، كان لابد اختيار الضيوف المناسبين، الافلام المناسبه، البرامج المناسبه، كل خوفي انه التأثير يكون اضعف مما كنا نتمناه، وان كنا ننتظر الكثير. وبعدين ادارة المهرجان حظيت اعتقد بدعم طوال هذا العام لم يعلق او يهاجمها اي شخص. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، لما بنروح مهرجانات زي كان وفينيسيا وتورونتو السنة دي بنشوف مهرجانات سينمائية لديها افكار زي اللي بيقولوها الشباب بتروج لها. القضية مش قضية فلوس، القضية قضية فكر، ودي مشكلة انه حقيقي الفكر المتجدد او التفكير خارج الصندوق غايب عن الادارة دي. طب يعني دعنا نذهب اذا دكتور احمد، يعني انا بشكرك بالطبع على هذه الرؤية وهذا التوضيح دكتور احمد عاطف المخرج السينمائي، واذهب الى الدكتور طارق البرديسي خبير علاقات دولية. يعني دكتور طارق، التفكير خارج الصندوق، يعني دعنا نوسع الدائرة، يعني كيف يمكن الاستفادة ايضا سواء من وسائل الاعلام، سواء من المهرجانات السينمائية والمهرجانات المختلفة، وكذلك من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة العمل للسلامات في الترويج والوقوف صف واحد لتأكيد وبعث رسالة للعالم بطمأنة العالم بأن الأوضاع مستقرة، أيضا بالترويج للسياحة المصرية في الخارج، وليس الاقتصار الأمر فقط عن أن نحدث أنفسنا في نهاية المطاف. سؤال فيه قدر كبير من الوجاهة، الأمور كلها مرتبطة ببعضها البعض، يعني الشأن السينمائي ليس بعيدا عن الشأن السياسي وليس بعيدا عن العلاقات الدولية ولا البعد أو القطاع السياحة. يعني في أسئلة سريعة المفروض أن احنا نطرحها جميعا، ما هو المهرجان السينمائي، ما هو دوره، ماذا أنجز، هل نحن في حاجة إليه، كيف يتم تنظيم هذا المهرجان. هذه الأسئلة يتم طرحها كل عام. أنا لست معنيا ولست متخصصا في السينما، ولكن أستطيع أن أقول أن هذه التظاهرة الفنية المهمة من الممكن استغلالها سياسيا فيما يتعلق بالعلاقات الدولية بشكل كبير وبشكل مهم ومؤثر. ذلك أن السينما كما هو معروف يعني بتعرفك أحوال المجتمعات، هي أداة تغيير جماعي، هي مرآة لهموم المجتمع وقيمه سواء كانت هذه القيم حية أم قيم متراجعة. أيا ما كان الأمر، يعني نستطيع أن من خلال هذا الحدث الثقافي الفني الكبير، وهو يمكن المهرجان رقم يعني 3 بعد مهرجان يعني لندن وستوكهولم، يعني نستطيع أن احنا نقرب القارات والشعوب في تشابه بين الأمم في الأزياء والسلوك شكرا جزيلا للأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية على هذا التوضيح أيضا، وكذلك الشكر موصول إلى الدكتور أحمد عاطف المخرج السينمائي. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض الآراء التي استعرضناها سويا في هذه الحلقة حول كيف يمكن الاستفادة من مهرجان القاهرة الدولية السينمائية لإرسال رسالة طمأنة للعالم. يعني على حال قبل أن نترككم نذكركم بحلقة الغد إن شاء الله، ألا وهي: هل ترى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تتعمد الإساءة لصورة مصر؟ هذا هو تساؤل حلقة الغد، نتمنى أن تتواصلوا وتشاركونا حول هذا الموضوع، ونتمنى أن نكون قد وصلنا إلى رؤية مشتركة في نهاية هذه الحلقة حول موضوعنا. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.